العالم الصغير. أجل، تسديدة، وقت الراحة. ساخن. احذر، لنستعمل ويلي ليخبرنا إن كان لمس الأشياء آمناً. أجل، حين يكون بارداً يصبح أزرق، وحين يكون ساخناً يصبح أحمر. الكرسي ساخن ساخن ساخن، لذا لا نلمس، نذهب للظل. الكرسي ساخن ساخن ساخن، لذا لا نلمس، نذهب للظل. أجل. الشمس جعلت الكراسي ساخنة، الظلال هنا جعلت الأرجيح باردة. وقت البيتزا. أجل، البيتزا ساخنة، من الفرن أتيا، لذا لا نلمس، لا نأكلها. البيتزا ساخنة، من الفرن أتيا، لذا لا نلمس، لا نأكلها. لقد بردت. تحتاج البيتزا إلى الوقت لتبرد. لذيذة. عزيزي، تحتاج إلى الاستحمام. الحوض ساخن، المياه ساخنة، لذا لا تلمس، لا تدخل في الحوض. الحوض ساخن، المياه ساخنة، لذا لا تلمس، لا تدخل في الحوض. لقد بردت. أجل، ويلي قال إنه يمكننا النزول في الماء. الأرض باردة، في الغرفة الباردة، أريد أن أصبح دافئاً. الأرض باردة، في الغرفة الباردة، أريد أن أصبح دافئاً. هل تشعر أنك مرتاح ودافئ الآن؟ أجل ماما، ويلي أيضاً. أشم رائحة الحلوى في الفرن. الفرن ساخن، الصينية ساخنة، لذا لا نلمس بل ننتظر. الحلوى ساخنة ساخنة ساخنة، لذا لا نلمس بل ننتظر. أجل. الحلوى جاهزة. أجل. ولكن مهلا يا أولاد، لأنها ساخنة. هذا صحيح، المثلجات تبرد الحلوى. شكرا أبي. ويلي أنت رائع. انتبه يا صغيري، هذا هو مقياس الحرارة، أتذكر؟ أجل، حر بارد. صحيح عزيزي، عندما يسخن السلطعون يصبح لونه أحمر، وعندما يبرد يتحول إلى أزرق، والرمل حر جدا. أجل، حر. السلطعون أحمر 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 على الرمال الحارة. السلطعون أحمر أحمر أحمر، هيا ضع الصندل. السلطعون أحمر 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 على الرمال الحارة. السلطعون أحمر أحمر أحمر، سأضع الصندل. انظر يا صغيري، السلطعون أصبح أزرق، هذا الرمل بارد لأن المياه أنعشته. أجل، بارد. هيا بنا يا صغيري لنغطس في المياه. السلطعون أزرق 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 في ماء البحر البارد، اغطس على مه مه مال وإلا سوف ترتجف. أولاي، انظر إلى البحر، بحر بحر يقترب بسرعة. لعبتك فيه فيه
أتشعر بالبرد؟ أجل. هذا حار. السلطعون أحمر أحمر أحمر، وها هو الكرسي لنجد الظل ظل ظل، من الشمس سنحتمي. السلطعون أحمر أحمر أحمر، وها هو الكرسي، سأجد الظل ظل ظل، من الشمس سأحتمي. والآن السلطعون أزرق، ما يعني أن الكرسي بارد ولم تحترق عندما ستجلسين. أجل، إنه بارد. شكرا. بارد. أو حار. السلطعون أحمر أحمر أحمر، وأريد أن ألعب. الرمل حار حار حار، أين هو الصندل؟ السلطعون أحمر أحمر أحمر، والرمال حارة. أحمي رجليك رجليك رجليك، بأي شيء تجده. كعكة. هذا النورس يحب الكعكة. أجل. المنشفة، إنها تضيع. لقطتها. أولى المظلة، سألتقطها. الرياح قوية قوية قوية، تغير المظلة. السلطعون أحمر أحمر أحمر، من دون مظلة ليس لدينا ظل ظل، من دون مظلة. أبي هذا حار. إذن من يريد المثلجات؟ أنا. هيا بنا. تفضل يا صديق، إنها باردة جدا، انتبه. بارد. المثلجة منعشة، صحيح يا أخي الصغير؟ منعشة. هذا حذاء المفضل، توقف عن مضغه. هذا حذاء المفضل، والآن أنا غاضبة. تحت سريرك لا تقلق عزيزي، أنا هنا من أجلك. أنا سأهتم بك. أحيانا نفرح وحينا نحزن، قد نشعر بالخوف أو بالغيرة، قد نغضب حتى. أين المشكلة؟ لنتعرف إلى مشاعرنا. Oh.
بارد الصغير، لدي مفاجأة لك. إنها لعبة الأشكال. أجل. الدوائر في كل مكان، لا زوايا لها في أي مكان، تتدحرج وتدور، نستعملها في كل الأمور. انظر من حولك، جد بنظرك أشكال ودوائر، وأخضر هليل دوائر في كل الأمكنة، ظاهرة كانت ومخبأة، دوائر خطيرة، دوائر ذاهبة، كرات وعجلات وفاكهة. أحسنت العمل يا صغيري. شكل جديد هو المربع بأربع زوايا هنا وهناك، المربع قوي، المربع متين، ضع المربع في مكانه الصحيح. انظر من حولك، جد بنظرك أشكال مربعات، وأحضرها لي، وجدت مربعات في كل الأمكنة، وكلها لها زوايا أربعة، مربعات كثيرة، مربعات ممتعة، كتب وألعاب ووجبات لذيذة. عمل رائع. المثلثات موجودة حولنا، زوايا ثلاث هنا هنا وهنا، المثلثات مسننة، تجدها في كل الأمكنة. انظر من حولك، جد بنظرك أشكال مثلثات، وأحضرها لي، المثلثات هنا وهنا، دلني إلى مكانها، وجدت الكثير الكثير منها، تشاركها كلها معنا. وجدتها كلها. شكل النجمة في كل الأمكنة، انظر إلى زواياها الخمسة، النجمات مسننة ورائعة، لنجد المزيد في الغرفة. انظر من حولك، جد بنظرك أشكال النجمات، وأحضرها لي، وجدت النجمات في كل الأمكنة، لها خمس زوايا مسننة، كالتي في البحر ونجمة في السماء، وبسكويت نأكله بعد الغداء. أداء رائع. الشكل الألماسي هو المعين، انظر إلى الأضلاع المتوازية، قد يصعب إيجادها، هيا جد مكانها. انظر من حولك، جد بنظرك أشكال المعين، وأحضرها لي، وجدت المعين في كل الأمكنة، أشكال المعين نادرة، طائرة ورقية ولافتة، علبة ألماس لك تحلية. لنتعلم العدة، نبدأ من واحد إلى ثلاثة، هيا نعد معا، عدوا وغنوا أغنية. اسمعوا لنرسم لوحة بأقلام التلوين، كم قلما ترون؟ أنا لا أعلم. أقلام تلوين في العلبة، كم قلما ترى؟ أقلام تلوين في العلبة، واحد اثنين ثلاثة. صحيح. لنتعلم العدة، نبدأ من واحد إلى ثلاثة، هيا نعد معا، عد وغنوا أغنية. حان وقت الغداء يا صغار. ياي. كم جزرة لديكم؟
حبة جزر في الطبق كم حبة ترى؟ حبة جزر في الطبق واحدة؟ أرى اثنتين وأنا أيضا. لنتعلم العدة نبدأ من واحد إلى ثلاثة. هيا نعد معا، عدوا وغنوا أغنية. أين ذهب الجميع؟ أمي؟ أين شمعة على قارب حلوى كم واحدة ترى؟ شمعة على قالب حلوى واحدة، اثنتين، ثلاث، أربع، خمس. لنتعلم العدة نبدأ من واحد إلى ثلاثة. هيا نعد معا، عد وغنوا أغنية. إليكم التحدي التالي، كم قطعة ترون؟ دوري دوري الآن. قالب حلوى لذيذ مقطع كم قطعة أرى؟ قالب حلوى لذيذ مقطع واحدة، اثنتين، ثلاث، أربعة. الموسيقى لنعزف عليها. وها هو صديقنا الجديد المميز سيد موسيقى. عزف الموسيقى رائع فعلا، سوف نتسلى ونبدأ حالا. هذا هو الجيتار، توانك 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 صوت الجيتار. فلنحاول. ضعوا أيديكم على الأوتار واعزفوا الألحان على الجيتار. حركوا الأصابع على الأوتار، تم 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 صوت القيثارة والجيتار. هذا هو الإكسايلوفون، بلطف وهدوء ستعزفون. كل قطعة صوتها مختلف، بونج 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 صوت الإكسايلوفون. اعزفوا البوق بفهمكم، انفخوا الهواء بقوة فيه، واكبسوا الأزرار بأيديكم، بارب 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 صوت هذا البوق. نعزف موسيقى بطرق عديدة، آلات متنوعة مسلية.
الدف والخشخيشة، صوتها مسل بين الآلات. هزوها بعد رقم أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة. والآن هزوها بسرعة، فلنعزف الموسيقى معا. أجل، وهو هذا الجزء ستحبون، عند الإشارة تعزفون. أصدر الأصوات معا، جيتار وقيثارة، جيتار وقيثارة، زايلوفون، زايلوفون، بوق، بوق، الدف، الدف، خشخيشات، خشخيشات. عزف الموسيقى رائع فعلا، عزف الموسيقى رائع فعلا. أجل، يوهو. هيا يا أولاد، الآن وقت الجلوس في الحلقة. اليوم سنتعلم أسماء أجزاء الجسم. هل يعلم أحدكم ما هذا؟ أنت جاد الصغير، هاتان هما اليدان. ها أنا إلى أعلى أرفع يداي، هذان أذناي وهذان عيناي، هذا هو رأسي وفمي وأنفي، هذان قدماني وأصابعي. ترون أذني اثنتين، والآن دوركم أشير للأذنين. هلا نسمع الموسيقى الآن، هذا ما تفعله الآذان. أحسنت جاد صغير. حسناً يا أولاد، والآن لننظر جميعاً في المرآة. لدينا عينان اثنتان، وأنف واحد، وفم واحد، وأذنان أيضاً، لكن كل واحد منا مختلف. لدينا عينان بطريقة مختلفة. أنف، أجل، كم هو سهل أن نتعلم عن أجزاء أجسامنا. أمير، هل أخبرتنا أين هي عيناك؟ أزهر، أين هو فمك؟ جاد الصغير، أين هو بطنك؟ هيا، هل أريتنا يديك؟ فرحان، هل أريتنا قدميك؟ آيا، هل أخبرتنا أين أذناك؟ بيان، هل من خطبنا؟ لنرفع جميعاً اليدين، ودلوني إلى الأذنين والعينين. بيّن المس رأسنا وفمنا والأنف وأصابع القدمين، ما أحلى هذا الصوت. حسناً أصدقائي، بعد أن تعلمنا عن أجزاء أجسامنا، حان الوقت لنستريح قليلاً. إنه وقت القيلولة. وقت القيلولة حان الآن، عليها أن تنام هذه العين.
صغيري أين قد تكون؟ ها أنت ها أنا تلاقت العيون. يا صغيري يا صغيري أين أذناك؟ يا عزيزي يا عزيزي أي صوت ذاك؟ وجدت أذنيك. بينجو بينجو الصغير أين أذناك؟ نعم نعم يا جروي هاتان أذناك. يا صغيري يا صغيري أين أنفك؟ هذا جيد هذا جيد إنه أنفك. بينجو بينجو الصغير أين أنفك؟ وجدت أنفك الصغير الظريف. أحسنت أيها الكلب هذا أنفك. يا صغيري أين هي أصابع قدميك؟ في قدميك في قدميك سوف تجدها. إصبع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أصابع، خمسة أصابع صغيرة. يا صغيري يا صغيري لنعدها. ها هي مصفوفة ما أجملها. بينجو بينجو أين هي أصابع قدميك؟ يعرف مكان أصابع قدميك. يا صغيري يا صغيري أين بطنك؟ الدغدغة آتية سوف أضحكك. بطن بينجو بطن بينجو أين قد تكون؟ نعم بينجو بطنك يدغدغ. يا صغيري يا صغيري أين فمك؟ الأكل الشهي يدخل فمك. بينجو بينجو الصغير أين فمك؟ فم بينجو كبير ليطلق النباح. يا صغيري يا صغيري أين رأسك؟ جيد جيد وجدت رأسك. يا صغيري عندنا عينان كي نرى. راقب وجهي المضحك وافعل مثلي. والآن يمكنك أن تلعب مع بينجو وتساعده لوجد ذيلة. مرحبا، اليوم سنقضي وقتا رائعا لنمرح ونحتفل. أحضرت قبعات جميلة لكم، هيا نعدها معا. جاهزون؟ واحدة اثنتان ثلاث قبعات، أربع خمس ست قبعات، سبع ثمان تسع قبعات، عشر قبعات. اقتربوا يا أولاد، اليوم سوف نستمتع بوقتنا. لدي أشياء ظريفة للجميع. هناك عشر بالونات لكم. هيا يا أولاد ساعدوني، لقد حان وقت العد. جاهزون؟ واحد اثنان ثلاثة بالونات، أربعة خمسة ستة بالونات، سبعة ثمانية تسعة بالونات، عشرة بالونات لكم. هاي، من يريد كعكة لذيذة؟ أنا. هيا بنا نأكل. لدي عشر كعكات لذيذة. هيا يا أولاد ساعدوني لنعدها معا. واحدة اثنتان ثلاث كعكات، أربع خمس ست كعكات، سبع ثمان
لدي شيء مميز لكم. اليوم سنلعب ونمرح مع أصدقائنا. لدي 10 بيضات فيها مفاجآت. هيا بنا، ساعدوني. حان وقت العد. جاهزون؟ 1، 2، 3 بيضات، 4، 5، 6 بيضات، 7، 8، 9 بيضات، 10 بيضات لكم. اسمعوا يا أولاد، تسلينا كثيراً اليوم لأننا احتفلنا وتعلمنا العد، والآن لدينا 10 صور مضحكة. هيا بنا لنعدها كلها معا. 1، 2، 3، 4، 5، 6 صور، 7، 8، 9 صور، 10 صور مضحكة لكم. لقد كنتم رائعين. ميلاداً سعيداً ميا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 هدايا رائعة. حذاء تزلج رائع جداً. هيا نتعلم التزلج، ستجدونه ممتعاً. حذاء على العجلات يناسب القدمين. هيا نتزلج معاً. مهلاً، لحظة. قبل الانطلاق ضعوا الخوذة تحمي رؤوسنا. ما أجمل التزلج، رياضة ممتعة. يا صغيري، أحسنت في وضع الخوذة. هيا نتزلج معاً. نحن نسير نسير. على مهلكم. هيا نتعلم التزلج، ستجدونه ممتعا. هذان رفيعان يناسبان المرفقين. هيا نتزلج معا. لكن شيء واحد بعد. قبل الانتظار ضعوا واقي الركبة يحمي ركبتينا. ما أجمل التزلج، رياضة ممتعة. يا صغيري، إليك واقي المرفقين. هيا نتزلج معا. أجل، هيا بنا. هيا بنا. لا بأس، أنا أمسك بك. هيا هيا. هيا نتعلم التزلج، حركوا الأقدام مثلي. سيسهل التوازن مع الوقوف باستقامة. هيا يا أحبابي. والآن بتنا جاهزين. قبل الانطلاق تأكدوا من الطريق. لا بأس إن وقعتم. مع وسائل الوقاية الأذى لن يصيبكم. يا صغيري، تستطيع أن تتوازن. هيا نتزلج معا. هكذا يكون التزلج يا أطفال، انظروا إلي. هيا حول البركة، فوق الجسر ثم المنحدر. هذه رياضة ممتعة. أجل، جود وجلال وجد الصغير. هذه رياضة ممتعة.
هلا يا جاد، انتبه. ها يا للهول. واو واو واو. أداء رائع. انضم لأبي في المسبح، نحب السباحة نحب السباحة نحب السباحة نحب السباحة. هيا نقفز هيا، لا داعي للخوف، متعة السباحة متعة السباحة متعة السباحة متعة السباحة. هيا نمرح هيا، تحت الماء نسبح مثل الأسماك، نسبح مثل الأسماك، نسبح مثل الأسماك، نسبح مثل الأسماك، نعود إلى السطح. الصغير يمرح، يحب أن يسبح، يحب أن يسبح، يحب أن يسبح، يحب أن يسبح. هيا اقفز هيا، نتعلم كيف نسبح. هيا حرك هيا يديك والقدمين، يديك والقدمين، يديك والقدمين، حرك مع الإيقاع. بابا يساعدك كيف تسبح، اسبح عبر المسبح، اسبح عبر المسبح، اسبح عبر المسبح، نحن نحبك. ستساعدك ماما، وتعلم كيف تصبر ستفرح دوما. مشاركة أغراضك خلوق أنت ومجتهد، ما أجمل أخلاقك. مرحبا سيدة سمكة. لا
لا تذهبوا، لا تذهبوا. انظر للافتات، اللمس ممنوع، باحترام القوانين يسلم الجميع، كبارا صغارا نسلم بتطبيق القانون، فذلك هو الاهم، واوعى ما يكون. ابي، امي. لحظة عزيزي. عزيزي، هل انتظرت قليلا من فضلك؟ أسمعك يا صغيري، عليك الانتظار، فلتتحلى بالصبر يا أحلى الشطار، الانتظار ممل ولكن فلتصبر، وفي بعض الأوقات صبرك يختبر. أجل. أوه صغيري جاد، هلا مررت لديك القبعة من فضلك؟ لا لا، الصغير لا يريد ذلك. حين يطلبون منك لكي تساعدهم، لتكن متعاونا وبغيرك تهتم، فلتساعد من فضلك، كن أخا مفيدا، لما تعين إخوتك ستكون سعيدا. وهذا كل شيء، شكرا لك. الصغير جائع، يام يام رجاء. نستمتع مع بعضنا، نتشارك كل شيء، فلتكن مهذبا، فذا خلق سوي، هكذا لا تأكل بيدي، كل وأغلق فمك، استخدم منديلك لتنظف وجهك. صغيري جاد، تلك كانت بعض الأخلاق الحسنة. واو. أجل. أزلت الدولابين الصغيرين. انطلق، حان الوقت لتركب الدراجة وحدك. أبي أنا خائف، لست جاهزا بعد، أريد مساعدتك. لا عليك، تشبث هيا، الخوذة وضعت، هيا انطلق. سوف انطلق، حان الوقت لأركب الدراجة وحدي. لا تقلق جمال، أنا سأسانده. لست واثقا أبي. أجل، هذه هي. انطلقت والخوذة على الرأس، لست جاهزاً بعد، لم يحن الأوان. جلس قاعدتك، ثبت رجليك، شمال يمين، ستنجح بعد حين. انطلقت، ثبتت قاعدتي لأقود دراجتي. أجل. انطلق، حان الوقت كي تركب دراجتك. لا أعرف كيف أنطلق، أريد مساعدتك. حرك قدميك الشمال واليمين، شمال يمين، ستنجح بعد حين. انطلقت، راقبني أبي، أقود دراجتي. ركبوا دراجات أمامنا، ماذا سأفعل الآن؟
وأنظر أمامي. ننطلق في الطريق على درجاتنا. هيا هيا نمرح. أجل. ننطلق صعودا مع أمي وأبي، صعودا ونزولا في الطريق، راقب قيادتي. إلى الشمال ثم اليمين، صعودا نزولا أتشبث جيدا. أحسنت جمال، لقد نجحت في قيادة الدراجة. بطل. أجل، أحسنت يا بطل. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمس سمارات صيد. هنا، دعني أساعدك. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، هناك سمكة سأمسكها. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، ثم سوف أفلتها. لماذا تركت السمكة تفر؟ لأني أردتها أن تكبر لتكون سمكة كبيرة قوية، ونعود لصيدها سويا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، لقد أمسكت سلطعونا. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، سأدعه للماء يعود. لماذا أفلتها يا جمال؟ أظنه سوف يعود في الحال ليسبح مع السمك في الماء ويملأ الماء الأجواء. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، لقد أمسكت حلزونا. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، سأدعه للماء يعود. أين ذهب الحلزون؟ في الأعماق سوف يكون ليسبح مع السمك في الماء ويملأ المرح الأجواء. واو. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، هل سأمسك شيئا؟ ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، وأدعوه يذهب أيضا. أريد أن أمسك سمكة، هذا ما أتمنى. استمر في المحاولة يا جاد، ودائما كن على استعداد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، هناك سمكة سأمسكها. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، ثم سوف أفلتها. لماذا تركت السمكة تفر؟ لأني أردتها أن تكبر لتكون سمكة كبيرة قوية، ونعود لصيدها سوية.
ألبس كل هذا. بابا، خلعت ملابسك الدافئة والآن لديك نزلة برد. لا تقلق صغيري جاد، سوف يتحسن قريبا. هيا لنساعد بابا. بابا يا بابا، بابا أنت مريض، سوف نعتني بك. لا تقلق بابا، سوف نساعدك. لما تكون يا بابا مريضا سوف نقيس حرارتك. لا تقلق بابا، نحن هنا من أجلك، سوف نساعدك. أها، ساعدني صغيري جاد، البطانيات ستبقي بابا دافئا. هناك. لديك بابا ألم في حلقك، سوف نعتني بك. لا تقلق بابا، نحن هنا من أجلك، سوف نساعدك. لكي تكون بابا بخير حالتك، سنعتني بك في أمان نجعلك. لا تقلق بابا، نحن هنا من أجلك لتتحسن صحتك. زلت بحاجة لراحة بابا. هل رأسك يؤلمك يا بابا؟ هيا لنعانق بابا. بابا يا بابا، بابا أنت مريض، سوف نعتني بك. سوف نعانقك لتشعر بالحب. يا بابا سنعتني بك لتتحسن صحتك. انتظر يا بابا.
بابا يا بابا، سنعتني بك لتتحسن صحتك. بابا يا بابا، نحب اللعب، نريد أن نلعب معك. لما نمرض أنت من يعتني بنا، وعندما تمرض سنعتني بك. لا تقلق حسناً، ماري المستعد ليمرح قليلاً. نحن فلنستمتع بهذا اليوم الجميل يا أولاد. أجل فلنمرح قليلاً يا جاد. هاي اسمع بابا، اسمع بابا، أين أنت؟ ها أنا، ها أنا، كيف حالك؟ اسمع بابا، اسمع بابا، ماذا تفعل؟ آكل شطيرة، آكل شطيرة، هذا ما أفعل. مهلا، ذلك السنجاب أخذ شطيرتي. اسمع ماما، اسمع ماما، أين أنت؟ ها أنا، ها أنا، كيف حالك؟ اسمع ماما، اسمع ماما، ماذا تفعلين؟ أنا أقرأ، أنا أقرأ، هذا ما أفعل. هاي أيها السنجاب، أعد لي نظاراتي. وهذا الكتاب لي. اسمع أخي، اسمع أخي، أين أنت؟ ها أنا، ها أنا، كيف حالك؟ اسمع أخي، اسمع أخي، ماذا تفعل؟ بالكرة ألعب، بالكرة ألعب، هذا ما أفعل. التقطها يا بني. موفقة. اسمع أختي، اسمع أختي، أين أنت؟ ها أنا، ها أنا، كيف حالك؟ اسمع أختي، اسمع أختي، ماذا تفعلين؟ بدو ما ألعب، بدو ما ألعب، هذا ما أفعل. أعد لي دمية الآن. اسمع طفل، اسمع طفل، أين أنت؟ ها أنا، ها أنا، كيف حالكم؟ اسمع طفل، اسمع طفل، ماذا تفعل؟ أنا ألعب مع الأصدقاء، هذا ما أفعل. يا له من صديق مضحك يا جاد. هذا سنجاب.